مساء الخير عليكم. نحيي المنتخب الوطني الجزائري ونحيي كل اللاعبين والطاقم الفني على المجهودات الكبيرة اللي قدموها في مباراة مصر، حتى لو خسرنا ولكن خسرنا بشرف، خسرنا بشرف، لعبنا مباراة كبيرة جدا، شفنا اللاعبين إرادة اللاعبين في الميدان حتى الدقيقة الأخيرة وإن كان منتخبنا متأهل، لكن للأسف المنتخب المصري سجل الهدف الثاني، ولكن ما زال الأمل، ما زلنا نطمح إن شاء الله التأهل إلى كأس العالم. ما زال المباراة يوم الأربعاء إن شاء الله في السودان، هي تتحدد من سيتأهل إلى كأس العالم، وأنا عندي ثقة كبيرة والشعب الجزائري عنده ثقة كبيرة في هذا المنتخب ولاعبيه، لأن اللاعبين يسون ديترميني، حابين يروحوا للمونديال، داروا ان باركور سون فوت، إل ميغيت بيان سات كاليفيكاسيون، وحنا إن شاء الله رانا وراء المنتخب الوطني الجزائري والشعب الوطني الجزائري وراء المنتخب، ونتمنى إن شاء الله اليد في اليد في المباراة القادمة، وندخلوا يعني ديترميني بور غاني سو ماتش اي سو كاليفيي بور لو بروشان مونديال. احنا كشعب جزائري عندنا ثقة لهاد اللاعبين، لأن ولفونا بالانتصارات، ولفونا بالأداء المميز اللي قدموه لحد الآن، وحنا عندنا ثقة أيضا في المباراة القادمة إن شاء الله مع مصر. خسرنا مع مصر في مباراة القاهرة، ولكن هذا لا يعني إنهاء أو انتهاء المنتخب الوطني الجزائري، العكس العكس، لأن ما ننساوش خسرنا في مصر ولكن فزنا في الجزائر. الآن البطاقة الأخيرة ستكون في السودان إن شاء الله، وهذه البطاقة هي تكون بطاقة لمنتخبنا الوطني الجزائري، وناخذ التذكرة إلى المونديال المقبل إن شاء الله. احنا وراء المدربين، احنا وراء اللاعبين، ونقول لهم للقدام للقدام للقدام، للأمام للأمام للأمام، وعدنا ثقة كبيرة، واحنا ننتظر إن شاء الله لا كاليفيكاسيون، باسكو فوز افي لي مويان دو غاني، فوز افي لي مويان دو فو كاليفي، ولهذا احنا رانا موراكم. انا كمدرب سابق مع الشيخ، انا وراك والشعب الجزائري وراك للقدام. التحديات دائما كنت وعرفتها، وهذا التحدي الاخير ان شاء الله يجيب ان شاء الله الخير للجزائر، ويجيب لا كاليفيكاسيون ان شاء الله، وتحيا الجزائر وربي معكم، وان شاء الله بعد مباراه الاربعاء كل الشعب الجزائري يخرج للشارع لكي نحتفل الفوز ونحتفل ان شاء الله التاهل، وشكرا.